السلام عليكم. تم أمس الثلاثاء نقل الممثلة الجزائرية القدير مصطفى برور على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري في العاصمة، كما أشارت مصادر مقربة أن الفنان لم يستجب للعلاج ضد فيروس كورونا قبل تدهور حالته الصحية. ويعتبر مصطفى برور ممثل جزائري بدأ حياته الفنية عام 1948 على خشبة المسرح، وشارك في أكثر من 140 فيلم سينمائي جزائري وأكثر من 46 عمل تلفزيوني وعشرات المسرحيات الإذاعية، وكان تمثيله باللهجة الجيزلية، وتميز في ذلك من أعمالها الشفيقة بعد اللقاء جروح الحياة وأكثر من 100 رواية إذاعية في عهد التوري والرويشد، إضافة إلى عدة أعمال أخرى. وتفاعل الجزائريون مع هذا الخبر بحزن كبير ودعوا للفنان القدير بالشفاء العاجل.